الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة شهرية لمادة الرياضيات امتحان الشهر الثاني. هاي أسئلة شهرية لإحدى المدارس، نشوف يعني أسئلة تقريبا شاملة. السؤال الأول فرع ألف، حل المعادلات الآتية باستعمال العلاقة بين الضرب والقسمة. أولا شين زائد مية تقسيم مية يساوي 700. شلون احله؟ احنا قايلين لكم سابقا بشرح الدروس انه اذا كان المقسوم عليه بعد يعني المتغير اللي هو المتغير من هو اللي هو الحرف يعني شين صاد عين، والثابت اللي هو الرقم، اذا كان مقسوم عليه بهذا الشكل يعني معناها يصير الى ضرب. شو يصير؟ يصير الى ضرب، يعني يصير مثلا اذا المتغير تقسيم المقسوم عليه اللي بعد القسمه يساوي 700 معناها نضرب ش تساوي 100 في 700. خلينا نشوف شلون نحلها. نجي هنا نكتب، عندنا اولا نكتب اول وحده راح اكتب، قلنا شين تقسيم 700 راح يساوي لنا شين تقسيم سب... عفوا تقسيم 100 تقسيم 100 عندنا هنا تقسيم 100 راح يساوي لنا 700. قلنا معناها هذا شنو معناها؟ معناها انه نقصده ش تساوي 100 في 700 راح يطلع لنا، راح يطلع لنا الصفارة تنزل أربع صفارة هيطلع لي 70 ألف، هيطلع لي 70 ألف. هذا دائما عندما يكون المقسوم عليه صاير بهذا الشكل. نجي على ثانيا، 27 سين يساوي 189. 27 سين ثانيا اكتب ثانيا 27 27 سين يساوي لي 189. هاي الحالة احنا نريد نطلع سين، فسين تنقسم يعني تصير سين معناها تساوي 189 89 تقسيم 27. هذا اسوي قسمة طويلة، اسوي قسمة طويلة هنا، يعني راح اسوي هنا بصفة
قسمة طويلة، أكتب هذا المقسوم 189 على المقسوم عليه اللي هي 27. احنا قايلين لكم 18 ناخذ اول شيء رقمين، 18 كم 27 ما يصير، اخذ 189 اغطي منها 9 الاحاد واغطي منها 7، 18 كم 2 راح يطلع لي تقريبا 8، لكن انا راح اختار 7، اختار 7 لان اقل على مود ما يطلع 7 في 7 راح يطلع لي 49 و4 باليد، و7 في 2 14 و4 18، اذا صار الناتج 0 0. دائما ما يطلع عندي باقي هنا، انتبهوا ما يصير يطلع عندي باقي، لان يعني احنا جاي نحكي عن المعادلات المتغيرات، فراح يطلع لي يساوي لي 7، يساوي 7. هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. نكمل وياكم. عندي هسه ثالثا ايش كاتب لي؟ ميم تقسيم 42 يساوي 42. شوفوا ميم ثالثا، ميم تقسيم 42 يساوي 42، يعني معناها بنفس الطريقة قلنا، معناها ميم تساوي 42 في 42، ونضرب هذا المقدار لا تنسون، يعني نضرب ضرب طويل 42 في 42 راح يساوي لي هذا 2 في 2 راح يساوي لي 4، و2 في 4 8، وخلي هنا الصفر مال مرتبة الثانية العشرات، واقول 4 في 2 8، و4 في 4 16، اجمع الجمع العادي. لا طبعا اخلي صفر هنا، فأربعة زائد صفر أربعة، وهنا ثمانية زائد ثمانية 16، واحد باليد راح يكون واحد زائد ستة 7، وواحد ينزل فراح يصير يساوي لنا 1764. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على فرع باء. فرع باء يقول اكتب، اكتب فرع باء يقول اكتب عبارة جبرية تمثل كل من ما يأتي أكثر من صاد بخمسة عشر. أكثر من صاد، أكثر من صاد يعني معناها هنا أولا معناها شنو؟ معناها صاد زائد خمسة عشر، هاي معناها. زين وراها ثانيا جاي لي 12 مضروب في ميم، معناها 12 في ميم وتساوي لنا 12 ميم. زين اجي على الموضوع الاخر اللي هو زين اجي النوبة، خل نمسح ذني، خل نمسحهن.
حاجتين ونجي نحل البقية. الجمل فرع السؤال الثاني فرع ألف. بالنسبة للسؤال الثاني فرع ألف صافو يقول أولا ص زائد ن تقسيم 3 يساوي ن. هنا أنا إيش أسوي؟ يعني معناها أعوض عن قيمة ن، هنا أعوض عن قيمة ن. كم من أعزائي الطلبة صار خلل بالبرنامج؟ عندنا شنو؟ عندنا هسه نشوف شنو اللي بقى عندنا بالحل الأسئلة. عندنا هنا شوف فرع باء يقول اكتب عبارة جبرية قلناها. السؤال الثاني فرع ألف 9 زائد ن تقسيم 3 حيث ن يساوي لنا 6. شو راح نحله؟ 9 زائد ن تقسيم 3 حيث ن يساوي لنا 6. 9 هنا أولا تسعة زائد نون تقسيم 3 تسعة نون. تسعة زائد نون تقسيم 3. تسعة زائد نون بين قوسين تقسيم 3. تسعة زائد نون تقسيم 3 يساوي حيث نون هنا حيث نون يساوي لنا 6. لحل هذا السؤال نقول تالي، نقول 9 زائد 6 بين قوسين تقسيم 3. ودائما احنا قايلين لكم انه بحل هيك مسائل دائما انه شو نسوي داخل الاقواس، يعني 9 زائد 6 18، تقسيم 3 بالبدايه تسوون هاي داخل الاقواس ترى تطلعون الناتج فراح يطلع لي 18 تقسيم 3 راح يطلع لي 6، راح يطلع لي 6. نجي على ثاني واحد ص تقسيم 6 حيث ص يساوي لنا 48. ثانيا ص تقسيم 6 وهنا أنا كاتب لي ص يساوي 48، بس مجرد انه نشيل ص ونخلي مكانه 48 اصل 48 تقسيم 6 وراح يساوي لنا حسب جدول الستة او جدول الثمانية هي 6 في 8 هي 48. نجي على ان نكمل بعد الاسئلة نشوف ايش عندنا. يقول اكتب معادلات التالية ثم جد حل هذه المعادلة، يعني اكتبها وبعدين مجموع عدد مع 145 يساوي 205. شوفوا شلون احلها، مجموع عدد مع 145 يساوي لنا 205. خلينا نحلها هنا، هذا مجموع العدد، نقول مجموع عدد نفرض العدد هو س، هاي اولا هاي فرع باء، اولا نقول مجموع العدد نفرض العدد هو س، س زائد 145 يساوي 205. حسب عمليات الجمع والطرح انه نودي السين بقي السين هنا ومعناها هذه 205 وكتب مكانها ونقلنا ال 45 فتغيرت الاشاره مالتها صارت 145 راح يساوي لي 5 ناقص 5 0 و 0 ناقص 4 ما يصير 10 يروح 4 6 وهنا اخذنا 1 ناقص 1 0 فاذا معناها يساوي لي 60 واذا اخلي 60 60 زائد 145 يطلع لي 245. ثانيا نجي على ثانيا
اكتبها هنا ثانيا اللي هي شنو الثانيه خلي اشوفها. يقول 36 مضروب في عدد يساوي لنا 108. نقول 36 مضروب في عدد، نفرض العدد اسمه نفرضه صاد، في صاد يساوي 108. واحنا قايلين لكم معناها هذه معناها شنو؟ معناها صاد تساوي، معناها صاد تساوي لان يريد حلها يساوي جرفة كسر 108 تقسيم 36، واذا قسمها قسمه طويله معناها 3 تساوي لنا 3 على اعتبار انه 3 في 36 108 108. يقول نجي على نكمل البقية. يقول هنا أنا ثالثا خلينا نمسح ونحل ثالثا، نمسح ونحل ثالثا ثالثا نشوف شنو اللي عندنا بيها. ثالثا عندنا بيها شوفوا انه شنو يريد. يقول 72 مقسوم على عدد يساوي 9 ثالثا، أقول 72 مقسوم على عدد مو، يعني 72 تقسيم عين يساوي، أنا فرضت العدد اسمه عين يساوي لنا 9. هاي معناها شنو؟ معناها شنو؟ معناها بهذه الصورة انتبهوا، هذا المقسوم عليه هنا معناها عين تساوي 72 تقسيم 9، لأن المتغير بالمقسوم عليه، إذا متغير بالمقسوم عليه يبقى قسمة، يصير الناتج حسب جدول 9 وجدول 8 هو 8 في 9. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي نكمل نحل السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الثالث، بس نقرأ. يقول استعمل ترتيب العمليات وجد الناتج. شلون استخدم ترتيب العمليات لأجد الناتج التالي؟ خلينا نشوف الأول واحد اللي هو خلينا نشوف شلون حله. أول واحد أولا يقول 5 زائد افتح قوس 96 تقسيم 8. من يقول لي ترتيب العمليات؟ إنه أول شيء أتخلص من الأقواس كمبدأ حل العمليات، أول شيء أتخلص من الأقواس، فخمسة زائد شوفوا 96 تقسيم 8 إذا قسمها هنا هاي 96 تقسيم 8 راح يطلع لي 9 كم 8؟ 1، 1 في 8 8 يبقى 1، 6 تنزل 16 كم 8؟ 2، 2 في 8 16 يعني معناها 0 0 معناها يطلع لي 12. زين والنوبة اجري العملية الأخيرة اللي هي 5 زائد 2 7 والواحد ينزل لأن 1 زائد 0 1. بالنسبة لثاني واحد اللي هو خلينا نحله اللي هو خلينا نكتبه ثانيا اللي هو 60 ناقص 52 زائد 47. انتبهوا هذا من تحلونه نتحلون العدد اول شيء تبدون، لان ما عندكم احنا كترتيب عمليات اول ما نبدا بالاقواس وراها الضرب او القسمه على جهه اليمين والجمع والطرح على جهه اليمين وراء الترتيب هكذا. انا ما عندي الاقواس ولا عندي ضرب، عندي طرح، منو على جهه اليمين والطرح، فاول ما ابدي بالطرح. خلي اشرككم اياه، اول ما ابدي بهذه العمليه، اول ما ابدي بعمليه ال 60 ناقص 52 وبعدين اكمل. اول ما ابدي بهاي العمليه اللي هي 60 ناقص 52 وبعدين اكمل، يعني اقول وتساوي 60 ناقص 52 راح يساوي لنا شوفوا 0 ناقص 2 ما يصير، 10 يروح 2 8، واخذت 1 من الخمسه 5 ناقص 5 0 زائد 47 اشاره الكبير مو انساها موجبه، وهنا راح يصير جمع 7 8 زائد 7 15 و1 باليد و1 زائد 4 55. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال.
خلينا نشوف السؤال الموجود في هذه الصفحة فرع باء، يقول عمر سارة 3 أمثال عمر أختها سناء، ما عمر سارة؟ ما عمر سارة؟ نجي احنا ايش قد عمر سارة؟ ما نعرفه. 3 أمثال عمر أختها، يعني إذا سارة عمرها إذا سناء نقول نفرض فرع باء، نقول نفرض عمر سارة عمر سناء يساوي لنا مثلا صاد. إذن عمر سارة معناه 3 أمثال سناء، يعني 3 في صاد راح يساوي لنا 3 صاد. لو منطيني رقم بعد أقدر أحل المعادلة، لهنا ما أقدر بعد أحل هذا. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نكمل نشوف شنو بعد عندنا بالأسئلة. عندنا بالأسئلة يقول قرأ أحمد 20 صفحة أقل من عدد الصفحات التي قرأها ياسر من الكتاب نفسه، ما عدد الصفحات التي قرأها أحمد؟ أكتب عبارة جبرية تعبر عنها. يقول قرأ أحمد 20 صفحة أقل من عدد الصفحات التي قرأها ياسر من الكتاب نفسه. يعني بالبداية من اللي قرأ؟ يقول ما عدد الصفحات التي قرأها أحمد؟ قرأها أقل، يعني الأكثر من هو، يعني معناها الحل هذا السؤال من اللي يقرأ أكثر؟ هو ياسر. يعني نفرض أن عدد الصفحات اللي قرأها ياسر تمثل صاد، إيش راح يصير؟ إيش قد هو قرأ أحمد؟ قرأ أحمد 20 صفحة أقل من احنا اول شيء نفرض ان احمد ياسر ياسر نفرض ان عدد الصفحات التي قرأها ياسر مثلا تمثل لنا صاد. زين، اذا ايش راح يصير؟ راح يصير هو قد قرأ اقل منا ب20، يعني اقل يعني معناها صاد ناقص 20. زين، هذه هي المعادلة الجبرية. يقول حل المعادلات الآتية، خل نحلهن ونشوف شلون الحل مالتهن. عندي شنو المعادلة شبيها؟ خلينا نشوف. أول وحدة باء زائد 5 يساوي 12. أول وحدة باء زائد 5 يساوي 12. خلينا نقولها أولاً، باء زائد 5 يساوي 12. الآن إيش قلنا؟ شو نسوي؟ نخلي المتغير واحدة، يعني باء، وننقل 5 لهناك يصير سالب، فراح يصير 12. هذا بقى 12 مكانه، جبنا له 5 صار ناقص 5، راح يساوي لنا 7. هذا أولا. ثانيا نقول 17 ناقص ن يساوي لنا 5. هنا نشوفوا أعزائي الطلبة، هنا نشوفوا، انتبهوا، انتوا ايش راح، منو راح يبقى بمكانه؟ راح يبقى بمكان 17. النون انقلها فراح تصير نون هنا، لان هي سالب. بما انه يساوي، يعني اقدر اكتب اللي يساوي من هنا ومن هنا صحيح. فمنو اللي نقلته نون؟ منو اللي بقى بمكان 17؟ من اللي جبت له؟ هي جبت له 5. زين، فصار ناقص 5 وياي، وراح يصير 12 على مود ما تخربطون بالاشاره، هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. نجي نكمل السؤال اللي بعده، اللي هو السؤال 5 فرع الف. يقول بس انسحبني
يقول جد قيمة العبارة الجبرية، عد عبارة جبرية يطلع قيمتها، علما أن العبارة الجبرية بها 28 تقسيم نون تقسيم 28 زائد عفوا 28 زائد نون تقسيم 12، حيث نون يساوي لنا. وأنا شلون أحلها؟ فراح ألف، أقول 28 زائد نون تقسيم 12، أجيب ال أجيب النون اللي هي شقد، أقول 28 زائد، خلنا قوس هنا 28 زائد 8 تقسيم 12، 28 زائد 8 راح يطلع 8 زائد 8 16، راح يطلع 36 تقسيم 12. وإذا حافظين جدول 12، 12 في 3 هي 36، الناتج راح يكون 3، يعني 12 تقسيم 3 هي 36. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. خلينا نشوف السؤال الأخير اللي جاي بيه هذه الأسئلة. اشترى سعيد 12 فطيرة، بعضها كبيرة وبعضها صغيرة، فإذا كانت عدد الفطائر الكبيرة 5 أمثال عدد الفطائر الصغيرة، فكم فطيرة اشترى سعيد؟ شوفوا، إذا ما قال لكم حلوا بالمسائل، تحل المسائل، فلا تكتبوا له أفهم وأخطط وما أعرف شنو مباشرة. ايش قال سعد؟ اشترى 12 فطيرة، بعضها كبيرة وبعضها صغيرة، فإذا كان عدد الفطائر 5 أمثال عدد الفطائر، ايش قد هو اشترى؟ احنا شو نقول؟ الفطيرة الكبيرة وكانت الفطيرة 5 أمثال عدد، يعني الفطيرة الصغيرة، إذا الفطيرة الصغيرة سين، نفرض الفطيرة الصغيرة سين، خلينا نقول نفرض عدد الفطائر الصغيرة تساوي سين، زين نفرض عدد الفطائر، إذن عدد الفطائر الكبيرة، عدد الفطائر أحساء الكبيرة راح يساوي لنا 5 أمثال، يعني 5 في سين يساوي لنا 5 سين. هو ايش قد اشترى؟ يقول اشترى سعد 12 فطيرة، بعضها صغيرة وبعضها كبيرة، اذا يعني سين، يعني سين معناها زائد 5 سين يساوي لنا 12 على عدد الفطائر، يعني معناها 6 سين يساوي لنا 12، يؤدي إلى أن سين يساوي لنا 12 تقسيم 6 راح يساوي لنا 2، يعني عدد الفطائر الكبيرة 2، عدد الفطائر الكبيرة الصغيرة 2، وعدد الفطائر الكبيرة 5 في 2 راح يصير عدد الفطائر، عدد الفطائر الصغيرة يساوي 5 في 2 راح يساوي لنا 10، يعني كبيرة 2 والصغيرة 10. أو تسوون هذه الطريقة، أنه أنت تفرضون هنا أنه عدد الفطائر سين، يعني أكو طريقة ثانية للحل، أنه أكتب أقول سين زين
والفطار الثاني 5 سين، ومجموعهن من يطلع مجموعهن 12، واجرب يعني عددهن لازم 12. فاذا هنا انا اخلي 2 راح يصير 5 × 2 يساوي لنا 10، اذا المجموع راح يكون يساوي لي 12 وهو المطلوب هذا. وتقدر تحلها انت، الحل تقدر تحله باستخدام خطة حل المسائل الأربعة كيفك، يعني واحدة من عندهم ثلاث طرق كيفك، كل الطرق هذه صحيحة. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والقناة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.